بين حمزة ياسين وسحيري أيوب معادلة هي الأهم لحد الآن ببقاء القميص الأصفر جزائريا بعدما فعلها ثانية دراج نادي دال إبراهيم. اليوم كانت لي طاب بزاف واعره كما لبالكم كان الفالوني وما كنتش بيان اون فورم وشكر الصديقاء اللي عاونوني بزاف بزاف حتى باش نغاردي المايو. المرحلة الرابعة وإن ابتعدت فيها قافلة دورة الجزائر الدولية الكبرى للدراجات عن الواجهة البحرية إلا أن جمالية الصورة بقيت راقية بعدما غاص الدراجون في سهول متيجة التي احتضنتهم بصدر رحب وكذا حرارة التشجيع من سكان المدن التي كانت ضمن مسار السباق بين ولايتي شلف والبليدة على مسافة 155 كيلومترا. سباق كان مفتوحا على كل الاحتمالات بوجود ثلاث نقاط تسلق ونقطتين ساخنتين. هدوء ميز الكوكبة رغم بعض محاولات الانفصال الفردية بدأها الجزائري فركوس أيوب من نادي مركز إفريقيا كانت فاشلة، ليعود الهدوء والترقب على مشارف ولاية عين الدفلة محاولة انفصال أخرى من أربعة دراجين عما قل فارق إلى دقيقة ليذوب سريعا ببلوغ النقطة الساخنة في الكيلومتر 75. ومع بلوغ عقبة خميس مليان مجموعة مكونة من 15 دراجا دار بينهم الصراع، لكن فارق 35 ثانية لم يكن كافيا لتلتهمهما الكوكبة باستثناء دراج ألمانيا بيرش فاس مارسيل الذي لم يعمر طويلا في المقدمة. لتبدأ الأمور الجدية والتكتيكية في الكيلومترات الأخيرة على مشارف في مدينة البليدة التي احتضنت ابنها رقيقي يوسف بحرارة التشجيع، حافز مكنه من بلوغ نقطة الوصول أولا متبوعا بسرنوفسكي من ألمانيا ثم حمزة ياسين ثالثا، فيما حافظ سحيري أيوب على القميص الأصفر وقميص أخضر بقي على كتفي حمزة ياسين من نادي مدار، فيما القميص المنقط والأبيض احتفظ بهما منتخب إريتريا.